بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، درسنا اليوم بإذن الله تعالى عن صفية بنت عبد المطلب، طبعا الصف الخامس مادة التربية الإسلامية. اليوم سوف نتحدث عن الصحابية صفية بنت عبد المطلب، أولا بطاقة تعريفية بسيطة بهذه الصحابية، ثم نتحدث عن قصة إسلامها، ثم نتحدث عن بعض من الإضاءات وصور من حياة الصفية رضي الله عنها وأرضها. نأتي إلى البطاقة التعريفية. طبعا هي صفية بنت عبد المطلب صحابية جليلة، وهي عمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا أسفل الصفحة إلى المخطط الموجود، صفية هي والدها عبد المطلب زعيم قريش، وهي أخت حمزة وعبد الله وأم الزبير بن عوام. إذا نظرنا، صفية هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخته حمزة رضي الله عنهم وأرضاهم وأم الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه. لو تطرقنا إلى صفات الصحابية صفية رضي الله عنها وأرضاها، فمن صفاتها الصبر والشجاعة والفصاحة. وأما ما يدل على مواقف صفية رضي الله عنها في الصبر، فحينما رأت أخاها حمزة رضي الله عنه وأرضاه قد استشهد في معركة أحد وقد مثل بها، يعني كانت مقولتها إنه إن كان هذا لله فقد رضيت بقضاء الله تعالى وقدره. من الصفات الأخرى لصفية الشجاعة، ومن يدل على شجاعة صفية حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال في حصن مرتفع آمن، وحصن لحسان بن ثابت رضي الله عنه، فكانت صفية من هؤلاء النساء. فحاول أحد يهود بني قريظة أن يتسلل إلى هذا الحصن، فسمعت صفية بصوت فخرجت، فإذا بهذا اليهودي أمامها فقامت وضربته فقتلت. إذن هي أول امرأة تقتل مشركا كانت صفية رضي الله عنها وأرضاها، وهذا يدل على شجاعة صفية. صفية رضي الله عنها وأرضاها إسلامها كانت من السابقين إلى الإسلام، فقد أسلمت قبل الهجرة مع أخيها حمزة وابنها الزبير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد بدأ بأهل بيته وقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، فكانوا ممن استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هي من السابقين للإسلام، أسلمت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيها حمزة وابنها الزبير بن عوام. من أهم الإضاءات والصور في حياة صفية، أول من هاجر إلى المدينة المنورة، من أوائل من هاجر إلى المدينة المنورة، تركت مكة والمكان الذي نشأت به وهاجرت إلى المدينة المنورة. كانت رضي الله عنها من الأمهات التي يحتذى بها في التربية، فقد ربت ولدها الزبير على الفصاحة والشجاعة والذكاء، لذلك أصبح من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبب أنه الزبير بن عوام ابن الصحابية صفية رضي الله عنها لقب بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أمه ربته على الفصاحة، على الشجاعة وعلى الذكاء، فلم تترك أي صعاب إلا وكانت تضع به الزبير بن عوام، حتى قال عنه أعمامه إنه عن صفية أنها هي ليست مربية كأم، إنما هي كأنها مبغضة له، فقالت نفت ذلك وقالت إنه حتى ينشأ على الشجاعة وعلى الذكاء رضي الله عنها وأرضها. إذن هي مثال في أن تنشئ أولادها تنشئة إسلامية صحيحة. أما فيما يتعلق بصفية، إذن نعيد ملخص صفية. صفية رضي الله عنها إذن صحابية جليلة، من أهم صفاتها الصبر والشجاعة والفصاحة، فكانت فصيحة اللسان تتحدث الشعر كثيرا. أما وفاة صفية رضي الله عنها، فقد توفيت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في السنة 20 للهجرة، ودفنت في البقيع. يعني هذا ملخص بسيط عن درس الصحابية صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي كان لها مكانة عظيمة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقال هي الوحيدة التي أسلمت من عمات الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كان درس صفية بنت عبد المطلب، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.